قدرة الطفل على المشي والكلام والكثير من الأشياء لا تكون إلا مع مرور الوقت، أي بعد وصوله إلى عمر معين. ولكن هل نفس الشيء بالنسبة لحاستي الشم والتذوق؟ هل الطفل منذ ولادته يستطيع تذوق الطعام وشم الروائح والنكهات؟ هذا ما سنتعرف إليه في هذا الفيديو. السلام عليكم، مرحبا أصدقائي في قناتكم صحتك أمانة. يتمتع المولود الجديد بقدرة فطرية على التذوق والشم، أي أن الطفل منذ الولادة حاستي التذوق والشم لديه في حالة جيدة، فهو منذ الأسابيع الأولى يتقبل السكر ويرفض كل ما هو مر، وكذلك يكون حساس للتغيرات التي تحصل في مذاق الحليب ولمقدار الملح المضاف إلى الطعام. علاوة على ذلك، خلال الشهرين الأولين يتعرف على أمه فقط عن طريق رائحتها، ولا يتعرف عليها إلا لاحقا عن طريق رؤيتها أو سماع صوتها. وقد أظهرت دراسة الدماغ أن المعلومات المتعلقة بالطعم والرائحة تنتقل عن طريق مناطق محددة تماما مثل الأحاسيس والمشاعر. ومع تطور دماغ الطفل يتغير موقف الطفل تجاه النكهات والروائح، ويمر بمراحل يرفض فيها أي نكهة جديدة ولا يقبل إلا ما اعتاد عليه. سوف تنتبه أنه سيرفض عند الرشفة الأولى أي نكهة لم تعجبه. تدريجياً سوف يتعلم قبول النكهات الجديدة وغيرها من الروائح وفق آلية بيولوجية معقدة، فهو سوف يتقبل بعض النكهات ويرضى عنها كما سوف يرفض نكهات أخرى. ستعجبه الرائحة الطيبة ويرفض ما ليس كذلك. هذا التعلم سيتم مع مساعدتكم المستمرة، حتى أنك أنت أيضا تعلمت تقدير الأذواق وروائح الأطعمة الموجودة وفقا للاختيارات وعادات والديك. وهكذا يخضع كل إنسان لخياراته الغذائية التي ثبتها مجتمعه والتي أصلها تاريخه البعيد. أنت فقط تواصل عادات أولئك الذين سبقوك، مع جلب طبعاً ابتكارات جديدة بدورك. سوف تعلم طفلك كل هذا، ولهذا السبب من المهم أن تقوم بتقديم عندما يكون طفلك في نهاية السنة الأولى من عمره أطباق عائلية، التي بعض الأمثلة منها سنقدمها لاحقاً في فيديو آخر. سوف تساهم وبالتالي إثراء مذاق طفلك. إذا كان تعلم التذوق والشم ضرورياً لتلبية احتياجات الجسم، فإنه أيضاً من بين العديد من الطرق لتعريف الطفل بعادات عائلته وبطريقة معينة بهويته الثقافية. كان هذا كل شيء في فيديو اليوم. لا تنسى عزيزي المشاهد الاشتراك في القناة وتفعيل جرس ليصلك كل جديد، ودمتم بخير.